صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليله دي الحكومه تخلصها مش هيخلصها ضمائر الناس زي ما الاستاذ اتكلم كده. انت بتتكلم على النظام الرأسمالي الاصل فيه الا يتفق المنتجين مع بعض، او بمعنى صح المحتكرين ما يعملوش كارتيل احتكاري. تمام. يعني ما يقعدوش الحكومه تخلصها ازاي؟ يعني ما يعملوش حاجه اسمها الاتفاقات المسبقه، يعني يكلموا بعض ده اتفاق مسبق بيحظروا قانون حمايه المنافسه. نعم. ولو اترصد على فكره بيتعملوا قضيه احتكار. تمام. الحكومه تعمل ايه؟ الحكومه تعمل الاتي: اولا تشيل الحكايه من جذورها. ايه الجذور بقى؟ انت الشغل بتاعك ده خلي بالك ده شغل تلقين. بدليل انا حضرت مسرحيه محمد صبحي قريب، لقيته جايب فقره كامله عن مدرس بيعلم العيال بالطبله. حصل. وإنها ترفع مش عارف ايه وعمالين يطبلوا ويرقصوا. لا لا لا، ليس لقوه المدرس بل ضعف المنهج يا مستر. لا لا، انا استضفته هنا المدرس اللي هو معروف ده، ضعف منهج. استضفته هنا وعرضت له مشهد على الشاشه وهو بيرقص وبيشرح ماده الفلسفه، خدت بالك؟ والعيال بتطبل وهو بيرقص وماسك العصايه بطريقه حقيقه الله المستعان يا باشا. ده انا نفسيا بشوف الكلام ده على السوشيال ميديا. الحقيقه انا عجبني صبحي انه ترجم الحكايه في الاداء المسرحي ده. انا استمتعت بالحكايه لانه مهم جدا ان الفن الراقي ينقل الظواهر المجتمعيه ويعالجها. الحقيقه انا لما بشوف الكلام ده فعلا كلام غريب. العيال لازم تحفظ. انت لو جبت اي عيل وقعدت تلقينه كده ورا كلام ورا بعضه، تمام، طفل في السن المبكر ده ذاكرته بتبقى قويه. العبره هنا انت اذا بتديله ماده بالتلقينيه، عناصر الجذب في الاستنات اللي حضرتك عايز تقول ان هي اعلى بكثير من الموجوده في المدرسه، وبالتالي الطالب بيستفيد من السنتر. انت بقى في المدرسه مبدئيا مش هنتكلم عن المدرسه. لا لا، انت في المدرسه. لا قبل ده كمان اديله ماده تحفز اداؤه الذهني، تحفز تفكيره. طب خلينا نسقط تعلي قدرته على الاستنتاج، نسقط الامر على الواقع ونبعد عن المدرسه دي خالص. لان لا احنا ما هو حضرتك انت لو استبعدتها عارف يا عم حضرتك بتقوله كلام مثالي جدا. عارف المدرسه دي انا بنت بتقول لي انها اداه تحصيل فلوس. نعم. انا عايز برضه زي ما هي بتحصل فلوس وبتاخد فلوس عشان تدي الحكومه نستفيد. انت تعرف ان احنا جزء كبير من ميزانيه الدوله المصريه بتنفق على التعليم، وخلي بالك جزء من ميزانيه وزاره التربيه والتعليم بينفق على معالجه مشكله البطاله مش مشكله التعليم. انت بتعين مدرس، يعني الفلوس بتروح للمدرسين. 80% من فلوس وزاره التربيه والتعليم معظمها مش رايحه للمستلزمات التعليميه ولا رايحه للمعامل ولا رايحه مش عارف ايه. انا ابني في مره بيقول للمذيعه، كانت استضافته مذيعه مذاعات مع حد من التربيه والتعليم كان في ثالثه اعدادي، بيقول لها انا نفسي اعمل تجربه بايدي، تتكسر القاروره، يتكسر المخبر، يتكسر المعمل كله، المهم ان انا اتعلم. انا عايز ابقى اطلع زي زويل. ازاي اطلع زي زويل؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله بعد اذنك يا مستر نوحي، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام جميل ومثالي وراقي جدا جدا، لكن اسقاطا على الواقع للاسف الشديد. طب انت عارف ابني عمل عمليه واحده، عمل عمليه كيماويه واحده في حياته. عارف ايه؟ لما ذبحنا الخروف جاب المراره وحطها في زيت، فالزيت بقى ميه. فقال لك المرارة دي مسؤولة عن فكرة انها تذيب الدهون مش عارف ايه وبتاع، بدأ يفكر. نعم. هو نفسه لما عمل العملية بايده فهم على طيب. فكرة ما يقدرش ينساها على الواقع الوقت. لو قعدت تحفظها له بقى مش هي الحاجة، هو فهمها. اسقاطا على الواقع الوقت، حضرتك شايف ازاي نستطيع ان احنا نعمل مبادرة الواقع العملي؟ عفوا ازاي نعمل مبادرة مع مدرسين السناتر ومدرسين الخصوصية؟ لان ده واقع موجود للأسف، ان هم يقللوا من الاسعار اللي بياخدوها من الطلبه. هم عندهم تكلفه لازم. نعم. يعني عنده كمل بس حد. عنده تكلفه السوشيال ميديا اللي بيتكلم عليها الاستاذ، بيصرف واعلانات مموله وسبونسر وحركات وبتاع ودلع الراجل البترول اللي داخل، هم الرجال اللي جايبهم البودي جارد دول ببلاش بفلوس، ما دول على حساب حضرتك يا ولي الامر يا عم. نعم. يا ولي الامر ارجوك، انا امي الله يرحمها كانت بتقعد معانا على طبليه ولمبه جاز وكانت بتعلمنا جيلك. وكنا بـ 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 النصوص الحاجات المحفوظات اللي اسمها نصوص كانت بتحفظها لنا امي سواء كان قران او سواء كان شعر او ادب او اي حاجه. احنا ليه مش عارفين نعمل ده مع عيالنا الوقت؟ هي دي بقى المشكله. انت يا حاجه يا استاذه اللي قاعده في البيت عندك عيلين ما فيش غيرهم، اقعدي معاهم على الترابيزه، اقعدي معاهم على السفره، لو عندك طبليه زي الطبليه بتاعت ابويا اقعدي معاهم وقولي لهم يتعاملوا مع الحكايه ازاي، وتسمعي لهم وتساعديهم وتحط عينك على الحكايه. المنهج بتاعهم خدته ايه النهارده في المدرسه، ونراجع عليه يوم بيوم ما يتراكمش.
انما حضرتك مشغوله طول اليوم في مليون الف حاجه، مشغوله على النت، وعلى ما انا برضه بعيب على الاسر المصريه زي ما احنا بنعيب على مدرسين الدروس الخصوصيه وعلى السناتر انهم بيرفعوا اسعارهم، انا بعيب على المراه المصريه والاسر المصريه انها مشغوله النهارده في الموبايل طول اليوم طول اليوم. اما عينين الناس باظت. انت لو انا 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 عندي يقين ان انت لو سالت اساتذه الطب العيون النهارده هيقول لك عيون المصريين بتبوظ نتيجه البتاع الموبايل ده اللي احنا حاطينه طول النهار قاعدين عليه. لازم الست تقعد الام تقعد مع عيالها زي ما ام كانت بتعمل، زي ام امهاتنا ما كانت بتعمل زمان. صحيح. ام كانت مش متعلمه، ده كانت يا دوب ابتدائي، ومع ذلك كانت بتعرف بتفك بتعرف تقرا تمام تسمع لنا وتينة غضة الافنان مش عارف ايه، واقعد محفوظات اروح المدرسه الاقي نفسي مفيش مشكله. المدرسه انا ما كان انا ما خدتش دروس خصوصيه. زويلي يا عم ما خدش دروس خصوصيه، اللي قلب العالم ده اللي عمل اللي مش عارف فهمته ثانيه واللي مش عارف ايه ما خدش دروس خصوصيه، لكن وجد نظاما تعليميا حفز اداؤه الذهني في ذلك الزمن اللي طلع علماء. العلماء اللي عملوا شغل في كل العالم طلعوا في الزمن ده في الوقت ده اللي كنت بتفكر فيه بتعمل اداء ذهني، انما انت طول الوقت شغال على التلقين تلقين تلقين. ما هو الراجل بتاع الطبله والدرابوكا ده هو ده اللي ينجح، وعلى فكره للاسف له حق. نعم اشكر حضرتك. لا ده النظام اللي بينجح فاشتغل عليه. أنا عملنا لا مش ضد الدرابوكا، لا مش ضد الدرابوكا مشاها. بمناسبه الدرابوكا